جابر واحد منها. كذلك موسى صبحي فريق الصقور اللي يتواجد في دوري الدرجة الثالثة بعد أن ودع هذا الموسم من دوري الدرجة الثانية، ولكن هدف أول يحضر، هدف أول يحضر بقفلة دفاعية. اليماني ما بان كثير، عادل ما بان كثير، لكن ظهر بهدف في هدوء، في قفلة، في صمت من مدافعين نجران. حضر الحل ليفرح هذا الحل الجماهير التي حضرت. شوف شوف الهدوء، شوف المراقبة، شوف عادل اليماني على طول عاد لصالح الوطني. واحد الآن يسجل لصالح الوطني في ظل وجود صمت لمدافعين فريق نجران في اللحظة الماضية. عادل اليماني هداف الوطني يقلص الفارق ما قبل